مساء الخير وكل عام ومشاهدي هلا وروتانا خليجية بألف خير وسلام وصحة وسعادة. إلى العناوين. سفارة السعودية في المغرب تكشف تفاصيل خاصة ليا هلا عن الشاب السعودي التائه. نناقش في هلا واقع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران المحلي في المملكة. والمملكة ثالث العالم في المعرض الدولي آيسف 2022 في أمريكا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم. أشادت المدير العام المساعد لشؤون التعليم بمنظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني بتجربة المملكة في تطبيق تقنيات التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا، مؤكدة على زيارتها للعديد من المدارس التي أثبتت خلالها نجاح المملكة في استثمار الجائحة وتناولها كفرصة للتحول إلى التعليم عن بعد، مشيرة إلى منصة مدرستي كإحدى الممارسات التي يحتذى بها. أطلق معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر الاستراتيجية الوطنية للطيران والتي تستهدف الوصول إلى 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة وتدشين ناقل جوي جديد ومضاعفة الحركة الجوية إلى 3 أضعاف. حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عملاء البنوك من طرق جديدة للاحتيال المالي والمصرفي تقوم على وسائل الهندسة الاجتماعية، حيث يتم استغلال نقاط ضعف في ذهن الضحية والتلاعب النفسي به، بما يؤدي إلى إفشاء المعلومات والبيانات السرية المحمية، مما يكبده خسائر مالية فادحة. ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية حديث موسع وفتح لتفاصيل هذا الملف بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا في أهلا. من الموضوعات اللي أخذت مساحة واسعة من الجدل، من الاستفهام، من التساؤلات، وحتى من ردود الفعل من قبل الجهات المسؤولة عن الموضوع، هي قضية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية. كثير من المغردين، من المتابعين، من المهتمين بهذا الموضوع عملوا مقارنات ما بين أسعار رحلات داخلية وأسعار رحلات دولية، وكان في فارق كبير جدا. والواقع يقول أنه الارتفاع يعني ليس وليد اليوم حقيقة، أنه موجود من فترة، لكن التفاعل اللي صار في الفترة الأخيرة كان تفاعل كبير جدا. على إثره أصدرت هيئة الطيران المدني بيان حول مراجعة أسعار تذاكر الطيران، ودار كثير من الحديث حول هذا الموضوع. اليوم في هلا سنفتح هذا الملف بكل تفاصيله، نحاول أن يعني نفهم الأسباب، أن نناقش القضية، أن نضع الحلول بقدر ما يمكن أن نضعها مع ضيف الكريم هنا في الاستوديو. ولكن كل هذه التفاصيل بنعرفها بعد ما نأخذكم إلى هذا التقرير بصوت زميلنا محمد العرجاني ونرجع. يعد الطيران أحد شرايين النقل الكبرى في المملكة لما يمثله من أهمية بتنقل المواطنين والمقيمين لأطرافها المترامية أو للعالم. ويجدر بالذكر أن المملكة يوجد لديها 29 مطارا، وبلغ عدد المسافرين عبر مطاراتها 103 مليون مسافر عام 2019، والتي تشابه في حركة الطيران العام الحالي.
هذا وتشهد أسعار تذاكر الطيران تفاوتا كبيرا بحسب آخر الإحصائيات، وذلك عبر محرك البحث العالمي الشهير جوجل، والذي أظهر على سبيل المثال لا الحصر أن سعر تذكرة الطيران الداخلي من مدينة الرياض ذهابا وعودة لمناطق مختلفة شهدت قفزات كبرى، حيث أن الوجهة لجدة تجاوزت 1200 ريال مقابل أقل من نصف السعر قبل شهرين، بينما من الرياض إلى الجوف ذهابا وعودا بلغت 2500 ريال مقابل قيمة لا تتجاوز 800 ريال قبل شهرين، بينما تجاوزت التكلفة من العاصمة لأبها أكثر من 2000 ريال مقابل أقل من 800 ريال قبل شهرين. هذا وشهدت وسائل التواصل في الأيام الماضية مقارنات وتساؤلات حول آلية التسعير وأسباب هذا التباين الملحوظ. شكرا للزميل محمد العرجاني. اسمحوا لي أن أرحب معي هنا في الاستوديو بضيفي الكابتن طيار عبد الله بن صالح الغامدي. كابتن عبد الله مساء الخير وشكرا لقبولك. يا أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا بتواجدي معك، مفرح بتواجدي في روتانا، وأمل إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء لقاء يعني مثري مفيد إن شاء الله. وأنتهز الفرصة هذه أيضا بأن أدعو لمولاي خادم الحرمين الشريفين بلباس الصحة والعافية بإذن الله تعالى. آمين، الله يشافيه ويعافيه، والحمد لله على سلامته، كلنا مبتهجين بسلامته وسلامة الفحوصات الطبية. والد الجميع بارك الله لنا فيه. الأسعار تذاكر الطيران، ليش كل هذا الإرتفاع اليوم؟ يعني هذا السؤال على سطحيته لكن هو على ألسنة الناس. الله يشوف أستاذ مفرح، هي الأمر ليس وليد اليوم، وجائحة كورونا جت كما يقال مكملة لما سبقها. طبعا أنا لما أتكلم عن أسعار التذاكر أنا شخص في هذا المجال، يعني أنا أعرف تكلفة اللي تصدر عشان تطلع أنت رحلتك، يعني سعر الطائرة، تكلفة الطائرة، وقود الطائرة، سعر الأجواء، سعر المطارات في الأرض، الصيانة، هذه أسعار جدا جدا عالية، ولكن لا تدعو لتبرير أنك أنت ترفع التذاكر. وأنا سبق وأن قلت، والأخوة المشاهدين الكرام اللي يتابعني يعرف الشيء هذا، أنا شخصيا تذاكري مجانية، ولكنني ألمس حقيقة ما يلمسه المواطن ويحتاجه المواطن. أنا في إحدى اللقاءات في المطار بعد ما رجع الطيران قابلت أحد المواطنين ذهب إلى أحد المناطق في المملكة، يقول وكابتن أنا وزوجتي وطفلين ذهاب فقط ب6000 ريال، بينما ب6000 ريال تستطيع أن تأخذها في رحلة ذهاب وإياب خارجي، وهذا الأمر داخلي. فحقيقة ما في تبرير، ما في تبرير. طيب إذا ما في تبرير قراءة، يعني ليش يرفعون يعني كذا على بلاطة الموضوع؟ لا، في استغلال. هي عوامل أتت. طبعاً جائحة كورونا أثرت تأثير على كل قطاع الطيران بصفة عامة وعلى الشركات بصفة خاصة، فبالتأكيد أنه جائحة كورونا، ارتفاع أسعار البترول، التضخم، بالتأكيد أنه أصبح هناك عبء ثقيل على ميزانية الشركات، فعلى أساس تعود الشركات للتعافي وللتشافي أنا أطلب يعني منه أن لا يكون هذا التعافي للشركة على ظهر المواطن والمقيم، يكون شراكة بين الاثنين. يعني سعر التذاكر الداخلية اليوم يعني تنافس الدولية إن لم تكن أكثر منها، ومن المؤسف أن نسمع ونشاهد أن المواطن السعودي يخرج خارج ديرته ليعود إليها بأرخص الأسعار. هذا الشيء المؤسف، وهذا الشيء اللي يزعل، وهذه حقيقة. أهلنا في المنطقة الشرقية، أهلنا في الشمال يخرجون خارج البلد ليعود إلى البلد مرة أخرى، يروح للقريات ويجي يروح للأردن عفوا ويجي على جدة مثلا، وهذا شيء مشاهد وإحنا شفناه في السوشيال ميديا، يعني هذا الشيء ما يتغطى. ومن الشجاعة، من شجاعتنا أن نعترف بالخطأ. فسعر التذاكر الداخلية فعلا غالية، والدليل على هالكلام اللي أنا أقوله
هو ردة فعل هيئة الطيران المدني مشكورة. هيئة الطيران المدني تترجم توجه الدولة، توجه ولاة الأمر بالسعي على رفاهية المواطن والسعي على 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 راحته. فبالتأكيد هيئة الطيران المدني لم تكن يعني ما وقفت مكتوفة الأيدي، أخذت الإجراء السريع، وبإذن الله نشوف نتائج هذا الإجراء في الأيام القادمة بحول الله. طيب إذا تسمح لي أقرأ بس كذا بشكل سريع البيان الصحفي اللي نزل من هيئة الطيران المدني. لاحظت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا تغيرا في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، ونتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، وبالتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة. طيب هذا الكلام اللي صدر من الهيئة، طبعا الهيئة مشكورة أنها تتجاوب بهذه الطريقة، لكنه هذا يعني أنه الهيئة هي المسؤولة اليوم عن ضبط هذا الموضوع. هل الهيئة ناجحة في ضبط هذا الموضوع؟ هيئة الطيران المدني هي السلطة التشريعية في البلاد. إيه؟ هيئة الطيران المدني هي سلطة تشريعية، هي من تسن الأنظمة والقوانين ومشرفة إشراف تام على كل الشركات. فبالتأكيد هي الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى للمواطن. يعني اليوم أنت بحكم خبرتك وقربك، الهيئة تقدر تقول للشركة الفلانية، شركة الطيران، هذا السعر مرتفع جدا، اعطينا الأسباب ونزليه؟ تقدر تلزمها بهذا كذا نصا؟ ما في شيء اسمه إلزامي، ولكن هناك نقاش تمام لمعرفة ارتفاع الأسعار. طبعا خلنا نكون واقعيين، الأسعار ليس في التذاكر فقط اليوم، حتى في المواد الغذائية الارتفاع غير مبرر، ولم نشاهد ولم نسمع من أي وزارة تبرير هذه الأسعار المرتفعة في كل شيء. نحن نعرف إنه ارتفاع البترول، الحرب الموجودة الآن بين أوكرانيا وروسيا، التضخم، هذه أشياء نعرفها بحسب القراءات، ولكن ما شفنا شيء تطبق في الواقع للأسف. طيب بنكمل، بس أبغى أنبه المشاهدين لموضوع، إلى أنه في حسابنا في تويتر حاطين تصويت حساب يا هلا، أنه برأيك هل أسعار تذاكر الرحلات الداخلية حتى الآن، وفي خيارين، ما زالت مرتفعة أصبحت مناسبة، تقدروا تصوتوا هناك وبنعلن نتيجة التصويت مع نهاية هذا اللقاء إن شاء الله. نقطة بخصوص الأسعار أيضا قريبة منها أستاذ عبد الله، هل ما يقدم اليوم من خدمات من قبل شركات الطيران يتناسب مع الأسعار العالية الموجودة بصراحة؟ والله شوف، أنا قد تكون شهادتي مجروحة بحكم أني في هذا المجال، لكن أنت تستطيع أن استبيان من الناس. أنا يعني أشوف أنه الأسعار غالية، وأنا أبصم بالعشر عليها أنها غالية، أنها الأسعار غالية. وأيضا أنت يعني كطيران اقتصادي مثلا، ناخذ الطيران الاقتصادي، ما تقدم لي شيء، انت توديني للمكان اللي انا فيه بس، يعني ما عندك شيء تقدمه لي يعني يرضيني اني ادفع المبلغ هذا كطيران اقتصادي. فليش تحط هذا المبلغ؟ المبلغ جدا عالي. احنا كلنا طرنا خارج المملكه وطرنا في شركات اخرى، يعني تجد هناك العرض والطلب بكثرة. احنا قارة، ما نختلف، المملكة العربية السعودية قارة مترامية الأطراف، بين كل مطار ومطار مسافة، هي تقاس بالمسافة، تقاس بالخدمة، لكن لا زالت التذاكر غالية، وأنا أقولها بالفم المليان. طيب أنت من خلال تجربتك أستاذ عبد الله، سفرك لدول عديدة، ويعني اطلاعك على هذا المجال، احنا اغلى من غيرنا حتى في رحلاتهم الداخليه مقارنه برحلاتنا الداخليه بكثير بكثير بكثير. مثل ايش دول؟ مثل ايش؟ لا تقارن. ايه؟ لا تقارن. هو شوف، في عامل ثقافه السفر، هذا عامل من العوامل انه انا ارتب للسفر لكي اخذ اقل سعر تذكره، لكن هناك تواجد شركات كثيره.
يعني أنا بقول لك شركاتنا الوطنية هي. لما تجي لرحلة دبي مثلا، نأخذ على مثل، أو مصر، تلقاها رخيصة. ليه؟ لأن عنده منافسين آخرين. دبي عنده ست شركات منافسة لدبي، فأنا لابد أني أتميز عن الست شركات هذه لو أقل بخمسة ريال أقل. فالمنافسة، كثرة المنافسة هي اللي تطيح الأسعار. اليوم في بشرة زفها لنا وزير النقل، وزير النقل المهندس صالح الجاسر، بإنشاء خطوط جديدة إن شاء الله تدخل البلد. يعني هذا رافد جوي جديد بيدخل البلد، بتدخل فيه المنافسة. من المستفيد؟ المستفيد المواطن بالتأكيد، والمقيم، إنه أنا أروح أشوف الخطوط اللي أنا أبغاها وتتنافس في الأسعار. جميل. طيب يعني هذا الكلام ربما لا يختلف عليه، إنه كثرة المنافسين تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن حتى مع وجود منافسي، لو افترضنا أن الثلاث شركات ست ولا الست عشر، تمام، هل هذا يعني يعطي مبرر لرفع الأسعار حتى لو كانوا كثير، حتى لو في تنافس، حتى لو الطلب؟ هنا يجي دور هيئة الطيران المدني، هنا يجي هيئة الطيران المدني لوضع سقف محدد لكل الشركات. أنا يعجبني هذه الحلول، بحيث إنه أضمن حقوق الشركة وأضمن راحة المواطن. هذا هو التصرف الصحيح، إنه يوضع سقف، يوضع سقف حلو لأسعار التذاكر. طيب في شغلة احنا نلاحظها استاذ عبد الله، ودي اخذ رايك فيها وبعض الحلول اذا 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 تستطيع. يصير الحديث عن اسعار التذاكر بين فترة وفترة، تطلع بيان او ما يطلع بيان، ايش اللي يصير؟ كردة فعل تقوم الشركات الطيران بتخفيض الاسعار لفترة معينة ونرجع مثل ما كنا، وترجع ترتفع الأسعار من جديد. إيش الحل اللي لازم يكون هنا عشان نتجاوز الحلول المؤقتة الوقتية المخدرة هذه؟ شوف، شركات الطيران تنظر للمكسب كأي شركة أخرى داخل السوق للعرض والطلب. إحنا عندنا الآن الثلاث الأترام هذه الموجودة، عندنا كم إجازة مطولة فيها؟ تجي قبل الإجازة المطولة تلقى السعر جدا جدا رخيص، وخاصة لما تجي رحلات الصباح. لما تجي الإجازة المطولة تجد أن السعر دبل الدبل. ليه؟ لأن الناس بيضطرون يسافرون، الناس بيأخذون إجازات، بيتنقلون، فتجد أنه الشركة تحاول أن تكسب قدر ما تستطيع من هذا الحراك السياحي اللي أنا أقدر أسميه، يعني كثرة الإجازات والروحة والجية والسفر، أما للعمرة، أما لزيارة صديق، أما إلى السفر لزيارة الأهل، فيستغل الأربع خمس أيام هذه يرفع فيها السعر. طيب، وإحنا نشوف في تويتر بعض الحسابات اللي مهتمة بالطيران أو بعض المختصين، نشوف أنهم يقدموا مجموعة تبريرات لبعض الناس، يقولوا يا جماعة أنتم ما تدرون عن الأسعار اللي تدفع في الخدمات الأرضية، عن اللي تدفع كمرتبات، عن اللي تدفع. بصراحة أستاذ عبد الله، أنت من داخل هذا الموضوع، يعني هذه مبررات تشوفها منطقية للارتفاع اللي يصير، ولا هم جالسين يبالغون ويدافعون بشكل غير منطقي؟ أنا بسبب وقلت الكلام هذا في أحد القنوات الفضائية، أنا كلامي ليس شعبويا، أنا أتكلم من مواقع شخص يعرف كيف تقوم الطيارة هذه، وش تكلف الطيارة هذه لما تطلع من الرياض إلى الدمام، كم كلفتها؟ نعم الكلفة عالية، لكن ترى ما أصاب شركاتنا الوطنية من جائحة كورونا، ترى أصاب الشركات الأخرى في كل بلد. طيب أنت أرجع شوف الشركات هذه كيف تقدم، وأنت كيف وأنت وش تقدم، ترى أصابهم زي ما أصابك. لكن وبالعكس، إحنا البلد اللي عندنا المملكة العربية السعودية عندنا مطارات داخلية إقليمية كثيرة، رحلات داخلية أكثر، هم يعتمدون على الدول الأخرى، تعتمد على الرحلات الدولية فقط. فلا شك إن الرحلة مكلفة، سواء في الوقود، سواء في الأجواء، سواء في أرضية المطار، سواء في الصيانة، طاقم الطائرة نفسها، فهي مكلفة بالتأكيد، ما يختلف عليها اثنين. ولكن ترى اللي أصابك في الجائحة ووقفك ونزل من قيمة المكاسب عندك، ترى أصاب الآخرين. طيب ليش الآخرين تذاكرهم رخيصة وانت مسكت على السقف الأعلى؟ هنا يجي السؤال.
اليوم في نظام الطيران الموجود عندنا هل في سقف محدد ولا الدعوة مفتوحة؟ لا علم لي حقيقة يعني، إنه لكن أتوقع إنه في سقف ولكنه السقف عالي. في سقف عالي أتوقع. معقول أعلى من التذاكر الموجودة ليس الحين؟ ليس يعني أكيد إني أجزم بالشيء هذا، ولكن أتوقع إنه الشركات تدرس كيف تعوض خسائرها وتصل إلى الحد إلى السقف الأعلى. طيب، والدليل إنه بعض الرحلات رخيصة جدا. طيب إيش معناته الرحلة هذه؟ أنت ما تكسب فيها الرخيصة هذه، أنت تقومها للخسارة. وبعض الرحلات قيمة تذكرتها جدا جدا عالية. فلا بد التوازن. وأعيد وأكرر من عبر شاشة الروتانا الخليجية للشركات، مع أنه أكيد هالكلام هذا يزعلهم مني، أنه لابد أن يكون التشافي والتعافي بالنسبة للشركة مشترك بين الشركة وكرمها وعطائها وبين المواطن والمقيم. يعني لا تحملني يعني أخذ تذكرة فقط ذهاب إلى جدة ب 1600 ريال. هذا هو. طيب، برضو بصراحة أكثر أستاذ عبد الله، وأنا أعرف أنك قريب يعني من المجال بشكل دقيق، اليوم تفكير المدراء الشركات الطيران، أتكلم عن الطيران الداخلي، لما يشوفوا هذه الهجمة الموجودة أو هذا الموضوع والناس متذمرين من هذه الأسعار، هل يجلسوا على الطاولة ويقولوا يا جماعة فعلا احنا أخطأنا ومفروض أن نخفض الأسعار، ولا يقولوا الناس ما عندها بديل إلا احنا فلذلك بنستمر؟ لا تنسى أنهم برضو هم مواطنين، مدراء الشركات هم مواطنين. وأنا أعرفهم، أنا أعرفهم تماما وأعرف مدى حرصهم. ولكن هناك إدارات، إدارات تسويق، إدارات تخطيط، إدارات، كل هذه تجتمع لتقرر. ولا هو حتى هو عنده أقارب وعنده أهل وعنده ذا، يمكن التذاكر له لعائلته لكن لأقاربه لا، تمام؟ فهو مواطن، مدير الشركة مواطن ويشعر بما يشعر فيه المواطن. والأهم اللي نبغى نعرفه أنه واصلوا هذا التذمر. بالتأكيد أكثر من يتابع، يعني في إدارات متخصصة لمتابعة أخبار الشركات في السوشيال ميديا ويعرفون الخبر الآن، لقاءنا هذا يتابعون. طيب، احنا الحين مضى كم يوم على بيان الهيئة وما زالوا بنعرض في التصويت بعد قليل، ما زالت الأسعار مرتفعة. هي أتوقع إن شاء الله أنه بيتخذ فيها قرار ومن الشركات نفسها، من الشركات نفسها أنه بيتخذون قرار لتخفيض الأسعار استنادا لبيان هيئة الطيران المدني. طيب، جميل. اليوم أيضا أستاذ عبد الله، أنت لو يعني واحدة من شركات الطيران هذه أو هيئة الطيران المدني إجمالا جابوك مستشار وجلسوك جلسة بسيطة مثل جلستنا هذه وقالوا لك اعطنا حلول الآن نتجاوز فيها هذا الموضوع، وتكون حلول للزمن للوقت ليست حلول مؤقتة فقط، إيش الحلول عشان نتجاوز الموضوع؟ أتقاسم التكلفة بيني وبين المواطن. بالتأكيد اللي ما يشعر، شوف، جيب المواطن ترى خط أحمر والله. يعني بلدنا بلد خير. أنا كنت أعمل في أحد الشركات هذه، الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين لها هو اللي خلاها تنجح وخلاها تستمر، ولا غيرها سقط. دعم الحكومة، ليش تدعم الحكومة؟ الحكومة أول شيء تدعم لأنها أصبحت هذه الشركات بصمة اقتصادية في البلد، هذا واحد. اثنين، يعمل في هذه الشركات أبناء وبنات المملكة السعودية بالألف. فعندما الشركة تنهز أو تسقط تجد اليد الحانية، يدخل حكومة خادم الحرمين الشريفين تأخذها. فإذا أكرمتهم، ترى الحكومة كريمة، الحكومة كريمة. وأنا عملت في أحد الشركات وأخذنا الدعم من الدولة منقطع النظير لكي تبقى هالشركة وتصبح كما ما أصبحت اليوم بصمة ونجمة في سماء المملكة العربية السعودية. طيب، جميل. هذا التقاسم، قبل شوي كنت تقترح وضع سقف، إيش آلية وضع السقف؟ شوف، هذا الأمر
يحلونها أهل القرار. أي. يحلونها لا أنا أقول أنت من وجهة نظرك لو سألوك لو استشارك. أنا كطيار أي. أعرف كيف تطير الطيارة هذه كعمليات. أنا تسألني في العمليات أقول لك خذ ولد، لكن تجي تسألني عن التخطيط، عن الاستراتيجية، عن الجدولة، عن التسويق. لا ما هي كذا. أنا أسأل عن الحلول بوصفك واحد من القريبين من المجال أولا، وبوصفك واحد من اللي تحدثوا عن ظاهرة ارتفاع أسعار التذاكر بشكل مستفيض، سواء في السناب ولا في تويتر ولا في اللقاءات التلفزيونية. وأنت قريب جدا من هذا الموضوع، تحدثت عنه كثير. صحيح. ووصفت المشكلة بما يكفي. الحلول وشي الحين؟ أنت قلت نتقاسم. هل وضع سقف محدد من قبل هيئة الطيران المدني بحيث أنكم يا شركات الطيران ما تتجاوزون ويعتبر حل؟ هذا واحد من الحلول. هذا واحد من الحلول، لكن قد السقف هذا يكون مربح للشركة هذه وقد يكون غير مربح. يعني في أنت الرحلات ليس كلها بمسافة واحدة، يعني تجي رحلة الدمام ليس كرحلة جدة، ليس كرحلة أبها، ليس كرحلة جيزان، ليس كرحلة شرق أوسطية سواء في مصر أو لبنان أو أوروبا. كل رحلة لها تكاليفها، من أنواع الوقود، من العبور في الأجواء، كل رحلة لها. فأنا يعني أقول كسقف لأسعار التذاكر، أنا أتمنى أنه هيئة الطيران المدني تضع هذا السقف للشركات بحيث أنها توازن بين مصلحة الشركة وفائدة المواطن. جميل، اسمح لي أخذ فاصل نكمل حوارنا بعد هذا الفاصل. مكملين. حياكم الله مجددا في أهلا، ما زلنا معكم في مناقشة موضوع ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية. وضيفي هنا في الاستوديو الكابتن طيار عبد الله بن صالح الغامدي، رحب فيك مجددا. هلا والله وسهلا أخي عبد الله. اليوم دخول الناقل الجوي اللي أعلن عنه من قبل وزير النقل، إلى أي مدى تتوقع أنه سيحدث تغيير في موضوعين السعر والخدمة؟ يعني إلى أي مدى فعليا؟ طيب أولا قبل ما أتكلم عن الأداء، طبعا أنا توني جاي من المؤتمر مباشرة. إيه؟ إلى استوديو عندكم هنا. حقيقة إحنا سمعنا أنباء يعني تثلج الصدر. أولا إقامة هذا المؤتمر مستقبل الطيران في الرياض في المملكة العربية السعودية، هذا دليل قاطع بأن المملكة العربية السعودية ذات وزن عالي وكعب عالي اقتصاديا وسياسيا. هذه النقطة. وإن المستقبل بإذن الله تعالى للطيران في ظل تطلع قيادتنا الحكيمة مستقبل مزدهر. سمعنا اليوم أخبار تثلج الصدر. أولا بإنشاء مطارات جديدة، ومنها مطار دولي كبير في الرياض آخر. سمعنا بإنشاء ناقل جوي جديد. تسعى هيئة الطيران المدني ووزارة النقل إلى ارتفاع عدد المسافرين إلى 330 مليون راكب. يعني شيء تكلم الوزير اليوم ورئيس هيئة الطيران المدني، تكلموا بكلام يثلج الصدر صراحة. شعرنا بالفخر، وليس مستغرب لرؤية ولي العهد، سيدي ولي العهد الشاب الطموح. يعني شعرنا إحنا كشعب فينا طموح، فينا قفز، نبغى نقفز إلى الطموح القادم. فبإذن الله دخول ناقل جوي جديد برضو المستفيد بيكون المواطن، يعني بإذن الله تعالى. تذكر أنت الاتصالات لما كان شركة واحدة، اليوم ما شاء الله تبارك الله تستطيع أن تحصل على شريحة من أي مكان. وكم كان يومها أسعار الشرائح والشحن؟ إحنا ما نبغى ندخل في التفاصيل، ولكن الكل يفهم، الكل يعرف. اليوم أنت تتكلم شبه مجانا لأي مكان في العالم عن طريق النت. فبيكون في عالم الطيران متأكد أنا دخول أكثر من منافس، اجتهاد هيئة الطيران المدني بتشريع وسن القوانين، حرص ولاة الأمر على رفاهية المواطن وراحته، راح بإذن الله تعالى يعني يكون خير
للوطن والمواطن، وهذا انا متفائل. طيب انت باعتقادك استاذ عبد الله، الى كم ناقل وطني نحتاج الان مع عدد السكان، مع زيادات السفر، مع الطلب اللي انت تشوفه وتلحظه الموجود يكفي؟ كم لازم يدخل كتوقع؟ شوف منك شوف الناقل الوطني الجديد، ايه؟ مع الموجوده حاليا، ايه؟ الموجود حاليا ثلاثه، الموجود حاليا ثلاثه، ايه؟ الناقل الوطني الجديد الرابع عندما تعمل بحرفية ومهنية عالية ما نحتاج لشيء. ما نحتاج شيء. ليش؟ أنا أقول لك، أولا إحنا شعب نتنقل في المواسم، يعني في شركات فتحت مثلا في الشمال أو في الجنوب محطات، تروح بـ20 راكب وترجع بـ30 راكب، لكن تجي في الويكند تلقاها فل، تجي في الإجازات تلقاها فل. طيب أنا كمستثمر وعندي شركة طيران، هذه خسارة علي في لما أجي أقلل من الرحلات يزعلون الناس، ليش قلل؟ ليش وقف الطيران ما عاد يجينا؟ ليش منعوا نزول الطيران عندنا؟ أنا ما لي مكسب. فتنقل، إحنا عندنا ثقافة سفر متغيرة عن الناس. يعني أحيانا أنت الآن ما في راسك سفر، شوي يجيك خبر يا بزواج يا بفرح يا بطرح، تلقى تواجه على طول تأخذ سيارتك من هنا وعلى المطار مباشرة. إحنا عندنا ثقافة تختلف عن الآخرين، يعني أتوقع الأشياء الطارئة في كل مكان، يعني ما أعتقد لها علاقة مباشرة بالثقافة السعودية بس، يعني لا هي شوف الآن لو تجي عند الأجانب وعند الناس الآخرين اللي عندهم ثقافة ملمة، مع احترامي أنا ليس أني أحدد أني أقول للشعب السعودي ليس مثقفا، لا بالعكس، اليوم ما شاء الله تبارك الله كله عن طريق التطبيق، ما عاد فيه الفكر القديم، تمام. لكن أتكلم عن البلان، إنك تخطط متى تسافر، متى تاريخ سفرك، لكي تحصل على أقل سعر من التذاكر. لكن إحنا أحيانا مجبر، أخاك لا بطل كما يقال، إني أروح للمطار وأخذ تذكرة من أعلى سعر. ناهيك ترى هذه الأمور ترى تو يعني عائق للسياحة الداخلية. احنا نسعى للسياحة الداخلية، إيه؟ طيب انا لما اسعى للسياحة الداخلية وتذكرتي ذهاب فقط الى ابها او الى الطائف او الى الباحة، انا واولادي 3 و4 بـ6000 ريال، وش السياحة الداخلية؟ والعودة بـ6000 يعني 12000 ريال. طيب يا اخي هذه 6000 لوحدها ذهاب واياب، اخذها الى اي دولة اوروبية ولا الى شرق اسيا؟ نعم، الشخص بـ2000 ريال. فإحنا برضو إذا نبغى سياحة داخلية لابد نراعي هالراكب اللي هي أسعار التذاكر، وضيف لها أسعار الفنادق وغيرها، يعني بس لأنه حوارنا اليوم عن أسعار التذاكر. أنا أتكلم عن أسعار التذاكر. هذا المواطن إذا تبغى سياحة داخلية لابد أسعار تشجيعية عشان يسافر، عشان يروح، عشان يجي. جميل. احنا حقيقة يعني رصدنا بعض الأشياء اللي نشرت في الصحافة والإعلام إجمالا، ومنها تويتر، ما أدري إذا بعض التغريدات جاهزة، بنستعرض بعض اللي رصد وبسمع تعليقك عليها. يعني بعض تغريدات الكتاب، بعض المقالات اللي كتبت في هذا الموضوع بنعرضها على الشاشة الآن ونقرأها لكم، ويعني أسمع تعليقكم الأستاذ عبد الله عليها. ما أدري إذا جاهز يا شباب نشوفها. هذه مثلا تغريدة للأستاذ علي سعد، الدكتور علي الموسى، يقول فيها على نفس الطائرة يسافر مواطن من أبها إلى جدة بـ1300، ومواطن على نفس الطائرة يواصل رحلته إلى القاهرة بـ900 ريال وفواصل، أريد شرحا اقتصاديا للفرق المدهش، قد أكون غبي. هذه تغريدة من الدكتور علي حول الموضوع. نشوف غيرها. المهندس نايف الدندني يقول أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى الآن مبالغ فيها جدا وغير منطقية وخارج قدرة الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة للسفر، مع انعدام خيارات بديلة غير الطرق البرية الطويلة. تصريح بعض خطوط الطيران بالتخفيض كان مؤقت ولم يشمل جميع الوجهات. سؤال محير، كيف أسعار الرحلات الدولية أرخص من الداخلية؟ نشوف غيرها.
الدكتور علي العرابي أو العرابي أحد المغردين يقول، وهو يعني طبيب أسرة، يقول قلت أجرب هل تم تخفيض وتعديل أسعار الرحلات الداخلية؟ دخلت وحجزت لشخصين على الخطوط السعودية نفس تاريخ الذهاب والإياب من الرياض إلى الباحة ب 2585 ريال، ومن الرياض إلى القاهرة ب 2520. يعني الرياض القاهرة صارت أقل من الرياض الباحة. الصور أدناه لاطلاعكم، وكان حاط أسعار الحجز لنفس الرحلات اللي جابها. فإيش تعليقك؟ والله أنا زي ما قلت لك، هذه يعني أسعار تذاكر مبالغ فيها بالتأكيد، وهذا ما كان عليه حوارنا في هالحلقة، إنه لا زالت أسعار التذاكر غالية. ونستغرب، وأنا من هذا المجال وأحد أبناء هذا المجال، أنا أستغرب بأن الدولية أرخص من الرحلات الداخلية. مفترض العكس بلا شك. بالتأكيد. أنت المطارات الدولية تأخذ عليك ضرائب مطارات، الأجواء تأخذ عليك مبالغ، وأنت تطير في بلدك في مطاراتك، فيفترض انه يكون اقل منه. يفترض اولا انه يعني حتى لو كان فيه ضرائب داخليه على المطارات الداخليه، انه هيئه الطيران تكون عون ايضا للشركات. جميل. طيب بنستكمل بعض الرصد الاعلامي، بنشوف كاريكاتير نشر في صحيفه اليوم لرسام الكاريكاتير ايمن الغامدي، جاي في حوار في البيت، وواحد يقول لو بعنا 3 مكيفات مع الثلاجة والكنب تكفي تذاكر ترانزيت إلى جدة ذهاب فقط. يمكن هذه صورة للتعبير اللي وصل له الحال. أيضا في مقال نشر في صحيفة عكاظ للأستاذ القدير الكاتب الأستاذ خالد السليمان، كان عنوانه ارتفاع وانخفاض أسعار التذاكر، وبقرأ لكم جزئية مهمة فيه. يقول فيها أما انخفاض أسعار التذاكر بعد بيان هيئة الطيران المدني، فيؤكد أن معادلة خفض الرسوم وزيادة السعة التشغيلية كانت في متناول اليد، ولم يكن الأمر بحاجة لقرع أجراس في وسائل التواصل الاجتماعي. وبسألك عن هذه النقطة أستاذ عبد الله، اليوم فعلا هل نحن لابد أن يصل الحال إلى مطالبة في تويتر وإلى هذه المقالات وإلى الكاريكاتيرات وإلى التغريدات وغيرها حتى تتحرك الجهة المسؤولة عن أسعار التذاكر؟ ألا يفترض أنه تكون في خطوات استباقية؟ أكون صادق وصريح جدا، للأسف هذا الحل دائما. إذا أردنا أن نثير موضوع ما، نتجه إلى وسائل التواصل، فهذه مشكلة. وهو بينك وسائل التواصل الاجتماعي هي نبض الشارع. يعني لكن لو افترضنا أنه الأسعار ظلت في ارتفاع وما كان فيه تويتر، ولا ما كان فيه يعني هذا التصعيد في الكتابة في تويتر من قبل التغريدات، تتوقع انه كان بيصير تحرك لخفض الاسعار؟ لا بيصير تحرك ابدا. ما كل واحد يقول انا ماشي صح، ولا في اي ملاحظات، ويستمر الوضع على ما عليه. لكن تظل السوشيال ميديا هي نبض الشارع، اسهل طريقه ايضا للوصول الى ولاة الامر. طيب بناء على هذا الحديث اللي صار، تقترح انه نضيف للحلول تفعيل الرقابة الجهة المسؤولة على الأسعار باستمرار؟ شوف أنا أقول بيان هيئة الطيران المدني ترى بيان مرضي، يعني تدخلها معناته إنها غير راضية على الوضع، ومعناته أيضا هي حريصة كل الحرص على تنفيذ أهداف الحكومة بمراعاة المواطن، ما فيها شك. جميل. يعني طيب بيانها واضح. طيب المتوقع كتوقع متى نلمس انخفاض في أسعار التذاكر؟ احنا شفنا تحرك هيئة الطيران المدني، البيان، يعني واضح ان في تحرك جاد في هذا الموضوع، متى نلمسه؟ قريبا، انا متاكد انه قريبا بنشوف شيء يثلج الصدر، ومبادرات من الشركات، انا واثق، انا اعرف مدراء الشركات، اعرفهم تماما، واعرف انهم محبين، واعرف انهم، ولكن الجائحة وحجم الخسائر المهولة، ترى الشركات خسرت خسائر جدا عالية، وأنا أعرف
مدراء الشركات ومدراء العمليات عرفهم معرفة جيدة، أكثر الناس حرصا على راحة المواطن. ولكن ترى شوف أستاذ عبد الله، في فرضية أخرى تطرح في هذا الموضوع، ألا وهو بالذات فيما يخص قطاع الطيران، ودائما تطرح على قطاعات الطيران، الاتصالات، البنوك، لكن احنا نتكلم عن الطيران اليوم واللي حصل في الجائحة. كثير من الناس يطرح فرضية انه انتوا يا هذا القطاع اصلا انتوا ارباحكم عالية وانتوا كسبانين من اول، واللي حصل في الجائحة يعني ما يوصل الى درجة انه الارتفاع اللي شفناه اليوم. يعني حتى وان كان يطرح موضوع انه نعم مرينا بجائحة وخسائر، لكن انتم اصلا مطلعين خير من قبل يعني. إيه بس لا وبنسب عالية لكن دليل إن الجائحة كانت مؤثرة إن لم تكن عندك قوة من قبل ما استمريت. وعندنا وفي العالم كله، ليس عندنا في المملكة السعودية، شركات خرجت من السوق، كانت تقوم برحلات، شركات في 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 أوروبا وفي دول الشرق الأوسط استسلمت وخرجت لأن ما عاد عندها القوة اللي كانت من السابق عشان تسندها اليوم. ترى المكاسب في الطيران صعبة جدا انك تكسب، ولكن بالسهولة انك تخسر. صعب انك تكسب؟ صعب انك تكسب في الطيران. كيف؟ الطيران مكلف. اي الطيران مكلف، سواء في 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 سعر الطائرة، اجور العاملين، سعر الوقود، سعر الاجواء، سعر الارضية، الصيانة، هذه كلها انت لو حسبتها تدفع فلوس، فمكاسبها يعني جدا قليلة، لكن الخسارة فيها سريعة جدا. طيب، ومن باب الإنصاف، وإحنا ذكرناها في حينها بس نذكرها الآن، أنه حتى أثناء الجائحة كان في مبادرات كثيرة لكل شركات الطيران الداخلية تقريبا في إجلاء السعوديين على مستوى العالم في أماكن كثيرة، كان في تجاوب سريع جدا، كان في تفاعل عالي جدا. إذا جينا عند الوطن، إذا جينا عند الوطن، الكل مواطن. صدقت يعني هذه بس نقولها لهم باب الانصاف، بما انه ما على كل مواطن. وانا اقول لك صدقني من عبر هالشاشه، لا هيئه الطيران المدني اولا من مقام معالي الوزير الله يحفظه ويطول في عمره وزير النقل، ومعالي رئيس هيئه الطيران المدني ومدراء الشركات، والله العظيم شوفها من هالبرنامج هذا انهم حريصين جدا على ارضاء المواطن، خاصه بعد الخبصه اللي صايره هاليومين، وأيضا أسعار التذاكر والنقاش الكبير اللي صار فيها، راح تسمع أشياء تثلج الصدر، وهم أحرص الناس مني على الشيء هذا. جميل إن شاء الله. طيب، إحنا حطينا على حسابنا في تويتر تصويت إنه برأيك هل أسعار التذاكر حتى الآن، وفي خيارين، ما زالت مرتفعة أصبحت مناسبة. بنعرض التصويت الحين، بس قبل ما نعرضه أنت وش توقعك؟ لا الناس يعرفون، لا زالت 100% مرتفعة. طيب خلونا نشوف يا شباب كم النتيجة الحين، يعني انتهى التصويت، نعرضها. كم النسبة؟ 98% من المصوتين يقولون انها مرتفعة، و2% قالوا انها اصبحت مناسبة. تعليقك؟ لا زي ما قلت لك، لا زالت مرتفعة. انا داخل قبل فترة اشوف ذا، فعلا لا زالت مرتفعة. طيب قبل شوي لما سألتك قلت لي قريبا، وقلتها بلهجة تفاؤلية كبيرة. أنا متفائل. طيب القريبا هذه ما يعني كيف نتوقع؟ ليش أنا متفائل؟ ليش؟ لأني أعرف الأشخاص، أعرف المسؤولين تماما، وأعرف حرصهم، وأعرف تناقشنا في الأمور هذه، وهم أكثر الناس يبغون يعني يرضون هذا. طيب إذا كانوا حريصين فعلا ويبغون يرضون المواطن، ليش سمحوا بالارتفاع هذا من أول؟ يعني ما كان يتوقعون أن الناس هتتدمر؟ هذه آثار، يعني أنت تعرف كان فيه تباعد داخل الطائرة، وكان عدد محدود يدخل داخل الطائرة بسبب تفشي كورونا. اليوم أصبح الأمر يعني مع الاحترازات اللازمة الصحية، ولكن أصبح الأمر شيء من الانفتاح. تمام؟ بالتأكيد كانت الأسعار بعد ما بدينا من الطيران بعد جائحة كورونا إلى الفترة الحالية لا زالت عالية بسبب جائحة كورونا. طيب إجمالا، في حاجة أيضا
شفناها في كثير من الحسابات، وأنا ودي أسمعها منكم، استثمر خبرتك شوي إذا تسمح لنا. تفضل. إنه كثير من الناس مع هذا الارتفاع بدأ يعطي نصائح للمسافرين إنه كيف تستطيع إنك تحصل على رحلة بأسعار مناسبة من حيث التخطيط وطريقة التخطيط للسفر. في هذا الصدد إيش ممكن تقول يعني كنصائح كرسائل؟ هو شوف، أنا زي ما قلت لك أحياناً يجيك السفر فجأة. لا، إحنا نتكلم في الظروف العادية. في الظروف العادية خطط لسفرك يا أخي، خطط للسفر. يعني أنا أستغرب من بعض الجاليات اللي عندنا هنا يعرف متى إجازته، خاصة لما يكون في هيئة التدريس. إيه؟ يعرف متى إجازته، يأخذ التذكرة بمبلغ لا يكاد يذكر قبل 4-5 أشهر. لما تجي وقت السفر تلقى التذكرة لا تقل عن 2000 ريال 2500 ريال، وهو أخذها يمكن ولا تتجاوز 400 ريال. خطط لسفرك، ثقافة السفر شيء يعني شيء جميل جدا. وطبعا الشركات لما تعطي تذاكر رخيصة فيها اشتراطات، اشتراطات إنه ما تعاد لك ولا تحسب لك رصيد ولا تعدل، ولا تعدل فيها. ليه؟ لأنك أنت أخذتها من أقل من أقل من أقل سعر، واشتراطات يعني على الأمتعة أيضا كأيوة كسعر تشجيعي. الطيارة لما تنزل كسعر تذاكر تنزل بنسب محددة في المقاعد، 20 مقعد بسعر كذا، 20 اللي بعدها بسعر كذا، 20 بعدها. فأنت لما تيجي الشركة تعلن طير معنا إلى مثلا إلى القاهرة ب 250 ريال، طيب هو ال 250 ريال هذه للشركة، لكن ما حسب لك لا ضريبة مطار الملك خالد ولا حسب لك ضريبة مطار القاهرة. لما تدخل أنت تلقاها ب 700 ريال. هي تقول لا والله الشركة ينصب عليك. لا لا، ما ينصب عليك، أنا أعطي، أنا أخذ، أنا أقول لك هذا السعر حقي أنا، سعر التذكرة حقتي أنا، هذه الضرائب علي وعليك. طيب هل صحيح اليوم أنه إجمالا في الرحلات الشركات تطرح مقاعد على مواقعها أكثر من العدد الفعلي وتبيع؟ لا، تحسبا لأنه إذا في ناس اعتذروا ولا غيره. لا لا لا، لأنه صارت كم شخص يصادف أنه يروح للمطار وهو حاجز ويقولوا له ما في مقعد وتصير مشكلة في ذا الموضوع. شوف، هذا يمكن تبيع تذكرة. أي؟ أنت اليوم تبيع مقعد، أنت اليوم تشتري مقعد داخل الطائرة. المقعد هذا أنا شريته، خلاص ما لك حق أن تبيعه لأي شخص آخر إلا إذا ما جيت. يعني الآن إذا الطائرة تأخذ 250 راكب إيه؟ مثلا. نعم. التذاكر اللي تطرح 250 فقط، 250 ما تطرح 253، 250 مقعد أكيد. نعم، 250 مقعد. أنا متى أبيع لك المقعد هذا؟ إيه؟ إذا قفلت الرحلة أنت ما جيت أبيعه. ففي ثقافة إنه يا عند شركاتنا هنا للأسف أبيعه من أعلى سعر. ليش؟ لأنك أنت مضطر أنك تشتريه، مع أن المفروض أنه أبيعه على أقل كتشجيع بدل ما يطلع فاضي، أو بنفس السعر. إيه؟ بنفس السعر أو أقل. طيب شكرا برضه لهذه يعني الشجاعة في الإجابة، لأنه كان في كذا كلام يطرح أنه أحيانا بعض الشركات تبيع أكثر من المقاعد. لا، يمكن تبيع تذاكر. إيه؟ يمكن تبيع تذاكر وبحجز لا لا، أنا تبيع مقعد أنت الآن. طيب انت تشتري مقعد، مدير الشركه ما يقدر ياخذ منك المقعد هذا اللي انت شريته. طيب اصبح ملكك داخل الطائره. مين في الشركه اللي يحط اسعار التذاكر؟ هذه اداره التخطيط والتسويق. ادارات تخطيط تسويق يخططون للذا ويرسلونها للعمليات. يعني هم يخططون على الرحلة، التوقيت والرحلة، وتروح يصبونها للعمليات، العمليات يشغلونها في الطواقم. جميل. طيب أيضا من ضمن الأشياء اللي طرحت أثناء طرح هذا الموضوع في تويتر وفي غيرها من مواقع التواصل، وطبعا أنا بسألك ذا السؤال لأنك قريب من الشركات، اشتغلت مع بعضها، اقتربت، أنه تروا يا جماعة اللي يحطون أسعار التذاكر وهذه المبالغ فيها أشخاص غير سعوديين ولا يعرفون ويراعون طبيعة المجتمع والسعوديين وسفرهم والأمور هذه كلها، وبالتالي أنتوا تشوفون هذا ارتفاع وهم هدفهم ربح بغض النظر عن المواطن. هذا الكلام صحيح؟ هذه مشكلة إذا وجدت في الشركات. إيه؟ هذه مشكلة. هل هي موجودة؟ أتوقع في بعض الشركات موجودة. ليش؟ لأنه هو ما يعرفون ثقافة الشعب السعودي.
هذا كلام مهم. موجودة؟ أتوقع أي؟ أتوقع أنها موجودة، وإذا هي موجودة فهذه مشكلة. يعني لأنه موجودة لأنه بهذه الثقافة بهذه الكيفية، لأن الأجنبي ما يعرف ثقافة الشعب السعودي. الشعب السعودي له ثقافة معينة، سواء في سفرته، سواء في أعياده، سواء في احتفالاته، مناسباته. إيه، فأنت إذا ما يكون المخطط هذا والبلانينج هذا سعودي ويعرف طبيعة مجتمعه، بالتأكيد يصير في لخبطة في الموضوع، ما في شك. والله هذه ثالث مرة أشكرك على شجاعتك في الإجابة. طيب أخيرا قبل ما نختم هذا اللقاء، إيش الرسالة المجملة اللي تقولها في هذا الموضوع؟ أنت أستاذ عبد الله متابع الموضوع من بدايته، واحد يمكن من أكثر المتفاعلين فيه، وين تشوف واصل الآن؟ إلى حل قريب وجذري ولا إلى مزيد من التفاقم؟ والله بصراحة شوف، أنا تمنيت أني أجي للبرنامج عشان أتكلم عن مستقبل الطيران، تمام، وعن المؤتمر هذا. ليه؟ لأنه هذا النقاش في التذاكر أخذ يعني مأخذ كبير جدا، وكان يمكن آخر 10 أيام في رمضان والعالم تتكلم فيه، وصدور بيان هيئة الطيران المدني قد يكون يسكت الجميع. الأستاذ خالد سليمان صحفي تكلم في الموضوع، الأخوان اللي تكلموا، تويتر مشبع بغلاء التذاكر، فبالتأكيد أخذ يعني حقه من الطرح. أي لكن زيادة الطرح في هذا الموضوع هدفه الوصول إلى حل، لأنه ما في فائدة إذا كان كل هذا الطرح جالس يطرح والحال على ما هو عليه. لا لا لا، ولذلك أنا سألتك بحكم متابعتك من البداية إلى الآن، أبداً هل تشوف الموضوع إلى حل قريب وجذري وإنفراج ولا إلى مزيد من التفاقم؟ وراح تكون مفاجآت، وإلا ترى بس أقول لك، مستقبل المؤتمر اللي صاير هذه من الأشياء المهمة جدا واللي كلنا نفخر فيها، وعندنا تغطيات واسعة. احنا حنعرض كم تقرير في حلقة بكرة وبعده عن هذا الموضوع، وحنتكلم عنه باستفاضة. لكن هذا الموضوع اللي سألتك، أعود لسؤالي، أنت تشوف من خلال الطرح من رمضان إلى اليوم، أنا أشوف بإذن الله تعالى حل ولا تفاقم؟ أنا أشوف بإذن الله تعالى راح تكون هناك حلول سريعة جدا، راح تكون مفاجآت تسعد الجميع. مفاجآت بهذا؟ مفاجآت يعني هذا توقع ولا معلومة؟ حطها بين قوسين، توقع ولا معلومة؟ أتوقع بمعرفتي بالأشخاص، بمعرفتي بمسؤولين الشركات، راح تكون مفاجآت مفرحة للمواطنين إن شاء الله. وخاصة الآن بتيجي إجازتين مطولة في شهر، في نهاية شهر شوال وفي ذو القعدة، راح تكون مفرحة للمواطنين كذا، توقع بحكم معرفتي بهؤلاء المسؤولين اللي هم أساسا مواطنين. جميل. إذا يعني صدق هذا التوقع، بنطلع يومها وبننشره في لحظتها، برنامجنا إن شاء الله مستمر. أنا متأكد وبنكلبك. أنا متأكد. طيب إن شاء الله تفاؤلك يكون واقع، وبغض النظر عن هذا كله أنا أشكرك كثير حقيقة، ليس فقط على حضورك اليوم لي، هل على تجاوبك الدائم مع دعوات البرنامج حقيقة. أنا جداً حضورك سعيد. يضيف لنا دائما أستاذ عبد الله، وشكرا جزيلا. أنا جدا سعيد بظهوري في شاشة روتانا، وأيضا بتواجدك أستاذي مفرح. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. أشكر الكابتن طيار عبد الله بن صالح الغامدي، كان هذا حديث موسع عن تفاصيل الأسعار، وضعنا فيه المشكلة، وضعنا فيه الحلول، وختمنا بكثير من التفاؤل اللي يراه الأستاذ عبد الله. كل الشكر والتحية حقيقة لهيئة الطيران المدني على تجاوبها مع الحكاية اللي صارت وإصدارها للبيان اللي صار، وكل الأماني أن نصل إلى حلول دائمة وواضحة وحازمة في هذا الموضوع، بعيدا عن الحلول المؤقتة التي يمكن أن تعيد المشكلة إلى سابق عهدها. بعد هذا الفاصل مكملين. سعوديون ينافسون العالم، احفظوا هذا العنوان جيدا. تحت هذا العنوان يشارك مجموعة من الطلاب والطالبات السعوديين في المعرض الدولي آيسف 2022، وهذا المعرض يقام في أمريكا. المشاركة السعودية في مثل هذه المعارض من قبل الطلاب والطالبات دائما، وأقول دائما لأننا في أهل نتابع هذا الموضوع، تؤتي أكلها، وحقيقة أنهم يقدمون مستويات ويحصلون على جوائز وميدان
الآليات تدعو إلى كثير من الفخر والاعتزاز، وتدعو إلى كثير من الاحترام والتحية والتقدير للجهد الكبير الذي تبذله مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين موهبة، وما يقدمونه في هذا الصدد هو محل الشكر والتحية والتقدير. الآن مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلي الدكتور سعود المتحمي، معالي الدكتور سعود المتحمي وهو الأمين العام لموهبة. معالي الدكتور مساء الخير بتوقيتنا، وأتمنى تكونوا يعني في أجواء المعرض ناجحين وموفقين، وحياك الله في أهلا. شكرا لك عزيزي مفرح وللسيدات والسادة المشاهدين، وشكرا لك على المقدمة الجميلة التي تليق بطلاب المملكة العربية السعودية وبالمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب. نعم تفضل. المملكة حضور لافت، ودائما أقول الآن المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالموهوبين ورعاية الموهوبين والإنجازات لم تعد تزاحم الكبار بل أصبحت مع الكبار. حجم المشاركة للمملكة العربية السعودية في هذا المعرض النوعي بالولايات المتحدة الأمريكية حققنا أرقام قياسية، أصبح العدد نشارك ب 35 مشروع ابتكاري لطلاب وطالبات سعوديين، ونحتل في الترتيب المرتبة الثالثة في نسبة المشاركة في هذا المعرض بعد أمريكا والصين. وهذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هذا تحقيق تجسيد لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في الريادة العالمية، لأن رؤية المملكة تتحدث عن الابتكار، تتحدث عن المجتمع الحيوي، عن الاقتصاد المزدهر. هؤلاء هم الذين يحققون الاقتصاد المزدهر، هؤلاء الذين المجتمع الحيوي اللي تتحدث عنه الرؤية، وهم الآن يحققون أهداف الرؤية، رؤية المملكة 2030. اسمح لي عزيزي والسيدات والمشاهدين، المملكة العربية السعودية قبل أن تستلم موهبة هذا الملف كانت المملكة العربية السعودية ما تحقق أرقام تليق بالمملكة العربية السعودية. حتى سلم هذا الملف لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وانطلقت المؤسسة بخطى مدروسة. وهذا المعرض بالذات قبل حوالي تقريبا 11 سنة ما كان عندنا إلا مقعدين نشارك، ولا كان لنا حظوظ في الفوز. الآن أصبحت المملكة العربية السعودية تحتل أماكن متقدمة، وأصبحت الآن في الصدارة مع دول العالم في رعاية الموهوبين وتحقيق إنجازات على هذا المستوى. نعم طيب، بس أنا أبغى أصحح شغلة، هي مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، موهبة أعتقد الصورة انقطعت مع معالي الدكتور، ما أدري إذا رجعت. طيب دكتور إذا كنت تسمعني، ال 35 مشروع اللي تقدموا فيها الطلاب والطالبات أو يشاركون فيها، يا ليت تكلمنا على بعض تفاصيلها إذا كانت تحضرك. المشاريع بالمناسبة مهم، شكرا لك على هذا السؤال. كنا في السابق حقيقة، وهذا يحسب لوزارة التعليم، كنا في السابق ما نقدم معارض في المملكة لاكتشاف مثل هذه المشاريع الابتكارية إلا ثلاثة معارض. إنما العام الماضي قمنا بالشراكة مع وزارة التعليم 30 معرض في 30 مدينة في المملكة العربية السعودية. هذا التوسع في المعارض أفرز مشاريع متنوعة، يعني في مجالات العلوم، في مجالات الفيزياء، في مجالات الكيمياء، الأحياء، كل هذه المجالات هي الحمد لله بالنسبة للسعوديين. فالقطاعات هي 20 قطاع التي نشارك فيها، مصنف الابتكارات في 20 حقل. المملكة العربية السعودية ما كانت تأخذ إلا في حقلين أو ثلاثة، الآن نشارك في 14 مجال من هذه المجالات العشرين. جميل، يعني من مجالين إلى 14، قفزة كبيرة جدا. وما هو بس في التنوع في المجالات، أيضا فرص الفوز والصدارة للمملكة العربية السعودية بتتحسن كثير، لأنه كان الطلاب في السابق كانوا يحرمون بعض المناطق أنه ما يدخلون بمشاريع نوعية. الآن أصبح المجال مفتوح في كافة المناطق، فأصبح مخرجات هذه موجودة الآن، وأصبحنا الآن نشارك فيها في المعارض الدولية. نعم. أنا في ظني إيه؟ وقراءة، أنا كنت قبل شوية مع الطلاب
حماسهم همتهم عالية جدا، ومشاريعهم أنا لما شفت المشاريع حقت الدول اللي تشارك فيها الدول الأخرى وجدت المشاريع طلابنا مشاريع فعلا عميقة، يعني صراحة الجهود اللي بذلتها المملكة في عمليات التحكيم، لأنهم يخضعون يا عزيزي مفرح الطلاب لأكثر من عمليات تحكيم في شو اسمه في حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نعم يحكمون بعد ذلك في المعارض المركزية. دكتور إذا صوتي يصلك يعني معليش على بعض التقطيع، إذا صوتي يصلك دكتور، إحنا نشوف يعني في مرات كثيرة الطلاب المشاركين والطالبات والجوائز والميداليات، لكن كثير من الأشخاص اللي يتابعونا لا يعرفون عن كواليس هذه المشاركة والتحضير والإعداد وما قبلها وما بذل سواء في التعليم أو في موهبة. وش تكلمنا عن التهيئة؟ التهيئة صحيح، شكرا أيضا لك على هذا السؤال. لا يمكن أن تحقق هذه الإنجازات والوصول للمستويات العالمية إلا وراها فريق عمل في الميدان، سواء في المؤسسات التعليمية أو في البيئة التعليمية في المدارس أو على مستوى المناطق في المعارض اللي نقدمها في المعارض في المناطق أو غيرها من المناطق. لذا المشاريع التحكيم اللي نتكلم عنها لما يتقدم الطالب هي منظومة كاملة، بمعنى أنه الطالب في المنطقة يشارك في المعرض. كيف يشارك في المعرض؟ لابد أن يحكم، لابد يكون مجموعة من المحكمين نستقطبهم يطلعون على هذا المشروع ويناقشون الطالب فيه، وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى مرحلة أخرى في المعارض المركزية، يدخل أيضا في عملية تحكيم أخرى، ثم بعد ذلك أيضا يدخل في خطوة أخرى في التحكيم في المعارض المركزية من محكمين آخرين، ثم بعد ذلك يروح في المنافسة النهائية داخل المملكة اللي يحضرها غالبا أمير المنطقة اللي حدث هؤلاء في المدينة المنورة، ثم يخضعون لعملية تحكيم، بعد ذلك ينتقلون إلى ورش نسميها ورش عمل مركزة لتهيئتهم للمنصة العالمية اللي فيها الآن، سويناها في السعودية وأيضا في أمريكا. الآن نسوي ورش التحكيم حيكون بعد يومين للطلاب، وبالتالي الآن طلابنا يخضعون للترتيب مركز الآن على طرق البحث، النقاش، التواصل، على الدفاع عن بحثه وعن نقطته. فأنا أقول لك بكل فخر أني أجد أمامي علماء، ما هم طلاب، هذولا هم علماء، يعني ما يملك أحد أمامهم إلا يرفع لهم العقال صراحة. جميل والله، حين يصدر الكلام هذا من المسؤول الأول عن موهبة للطلاب هذا حافز كبير جدا يستحقونه. بحكم قربك منهم دكتور ومشاركتك لهم في أيامهم، كيف لمست حماس الطلاب، توجههم، ابتكاراتهم، نظرتهم للقادم؟ احنا نتكلم عن مشروعات عملاقة رائعة، يعني الطلاب لما تجلس تتحدث معه عنده استشعار عالي للمسؤولية، يرفع علم المملكة العربية السعودية أمام العالم في هذا المنصة، أريد أن أرفع علم المملكة، أريد أن أرفع اسم المملكة العربية السعودية، هذه السعودية سلمان بن عبد العزيز، هذه السعودية محمد بن سلمان، هذه السعودية اللي فيها رؤية واضحة لدعم التعليم والتعلم مدى الحياة. لذا الطلاب يستشعرون بهذه المسؤولية وهذا الحماس المسا فيهم في كل نبراتهم في كل النقاشات معاهم، تحس أنه حتى وهو يشارك، لأنك تعرف تجد بجنبه يمين أو شمال دولة أخرى، فتجده ينظر يحاول أن ينافس هذا بجنبه يمين أو شمال، تجده أنه يطور من نفسه، لا ينتظر أحد أنه يطوره. يا سلام. ولاحظ انه احنا نتكلم على معرض للعلوم والهندسة، يعني احنا نتكلم في شق علمي كبير جدا ومستقبلي. هذا صحيح. طيب من المعلومات اللي عرفتها الدكتور، صحيح لي اذا كان في خطأ في المعلومة، انه الطلاب والطالبات المشاركين يمثلون 11 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، اذا كانت هذه المعلومة صحيحة كيف تقرؤون هذا التنوع؟ هذا كما ذكرت في بداية حديثي، الحقيقة الوزارة يحسب لها التوسع في المعارض في الميدان، يعني هذا التوسع
احنا نحاول ان شاء الله انه نطور حتى من 30 الى تقريبا 40 العام القادم. هذا التنوع هيخدمنا كثير، هيخدم في حجم المشاركة والتنوع فيها. يعني كمثال بسيط، مناطق ما كان فيها احد على التاريخ ابداع، ما كان منها مشاركة. الان اصبحوا يتصدرون الان السعوديين الان فيما يتعلق، لذا مهم جدا الانتشار في كشف المواهب. يعني بمعنى انه المعارض في الميدان على مستوى المدرسة، حتى على مستوى الإدارة التعليمية، على مستوى المنطقة التعليمية، ثم بعد ذلك على مستوى المملكة. هذا هو أصلا مشروع إبداع، هو مشروع إبداع وزرع ثقافة الابتكار والاختراع. هذه الثقافة تأتي من الميدان، من المعلم، من الطالب، من ولي الأمر. يعني في ناس طلاب، أنا الآن الطلاب اللي موجودين 35 معانا في أمريكا، أولياء أمورهم محفزينه وعنصر فعال في دعم أبنائهم، يعني يستشعرون حتى المسؤولية تجاه أبنائهم. أنا متفائل إنه، وأنا قلت لهم قبل شوية في لقاء مع الطلاب، قلت لهم الثقة والمسؤولية، وأنا وجدت هذه الثقة والمسؤولية موجودة في أبنائنا اللي شاركون في آيسف لهذا العام. طيب ال 35 طالب وطالبة من أي مراحل دراسية دكتور؟ بعضهم من المرحلة الثالث متوسط والثاني متوسط إلى الثالث ثانوي. طيب الشيء عزيزي مفرح، الشيء الجميل إن عندنا طابور من الطلاب المتبرعين كانوا في موهبة ويدرسون في جامعات أمريكية، سواء في أطلانتا هنا أو في ولايات أخرى، حاضرين الآن مع الطلاب مع أقرانهم، يساعدونهم، يدعمونهم، يحفزونهم، يعني موجودين الآن. نعم. طيب دكتور، ما ادري اذا الصوت انقطع ولا تسمعني، اذا تسمعني ويصلك طيب اذا يصلك الصوت يا دكتور، بسألك عن المعرض الآن، كم يوم باقي وايش الفعاليات القادمة؟ يعني هل في تحكيم في نهاية المعرض تعطى بناء عليه جوائز وميداليات مثل الأولمبياد الدولي ولا لا؟ كيف هذا فيه جوائز نسميها الجوائز الكبرى، هذا الطلاب يشاركون، وفي جوائز نسميها الجوائز الخاصة اللي تقدمها الشركات ومؤسسات عالمية في مجالاتها، فيشاركون فيها طلابنا، يأخذون الجوائز نسميها الجوائز الخاصة، ويشاركون بالجوائز الكبرى اللي حقت الجمعية الأمريكية للعلوم. هذه جوائز 20 جائزة. هذه متى ستعلن؟ هذا جانب. وأيضا لا بد نشير أيضا أن المملكة العربية السعودية أيضا ترعى جائزة كبرى في مجال الطاقة. يعني الآن في جائزة كبرى في مجال الطاقة في المعرض تقدمها المملكة العربية السعودية للموهوبين في مجال الطاقة على مستوى العالم، قد يكون فيها سعوديين وقد يكون فيها من جميع الدول المشاركة يتنافسون في ذلك. جميل. طيب اليوم يا دكتور عندي طالب مشارك في ثاني متوسط أو ثالث متوسط أو أول ثانوي ويقدم مشروع في العلوم والهندسة، مشروع كبير، خلص دراسته للمرحلة الثانوية، كيف تستمر موهبة في متابعته أو في رعايته ما بعد ذلك، خاصة وأنه هذه المشروعات أعمارها بالخمس والعشر سنوات؟ لا، في موهبة ليست بس مشاركة في معرض ثم ينتهي يجلس في مدرسته. نربط كل طالب في مجال مشروعه مع باحث نسميها برامج التلمذة في موهبة. وعندنا برامج إثرائية اسمها برامج بحثية إثرائية، فالطالب يأخذ منظومة متكاملة حتى يصل إلى ما وصل إليه الآن. يعني لم يأتي فقط من معرض ومحكمين فقط، لا، بل أيضا هو خريج منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدم للطالب، سواء برامج إثرائية، سواء برامج التلمذة، سواء الجامعات العريقة. لما تقول لي بعد الجامعة بعد هذا، لا، عندنا برنامج اسمه برنامج التميز اللي يأخذه الطالب لأفضل 30 جامعة على مستوى العالم، فإحنا نؤمن له أيضا مسار علمي بعد حصوله على الثانوية العامة، بأن يمكن من تحقيق قبول في أرقى الجامعات العريقة
موهبته. نعم، بلا شك دكتور إن كل طالب وطالبة متفوق ومتميز ومبتكر هو نتاج معلم ومعلمة كانوا قريبين منه، بالإضافة إلى العوامل الأخرى من العائلة والوزارة وموهبة وغيرها. اليوم لمعلمي ومعلمات هؤلاء 35 على الهواء، إيش تقول لهم؟ أقول لهم أنا فخور فيكم ويفتخر فيكم وطنكم، بل تفتخر فيكم الإنسانية الجمعاء. أنتم على رسالة سامية، أنتم تصيغون العقول، أنتم تصنعون المستقبل من خلال هؤلاء. أنتم بنيتم مستقبلكم، والآن آن الأوان لكم أن تبنون المستقبل من خلال هؤلاء الطلاب والطالبات. طيب، أنا أعرف أنك تجتمع بشكل تقريبا شبه يومي بالطلاب والطالبات، لكن إذا أردت أنك تقول لهم رسالة على الهواء يسمعونها هم ومن يشاهد القناة، وش تقول لهم؟ أقول لهم أنكم تنتمون إلى بلد عظيم، المملكة العربية السعودية. أنا أقول لهم، أقول ترك لما ترفع علم المملكة، ترك ترفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترك ما أنت ترفع علم في صورة أسد أو صورة تمساح أو صورة أخرى مع تقديري لكل الدول وأعلامها، لكنك أنت تحمل علم كبير له من الدلالات. نعم، الرسالة المملكة العربية، الرسالة الأخيرة لآبائهم وأمهاتهم، وش تقول آباء وأمهات 35 اللي يشاركون وينافسون على مستوى العالم الآن؟ نعم الأب ونعم الأم ونعم ولي الأمر الذي استشعر دوره كولي أمر ولم يستأثر بالمستقبل اللي على نفسه ويضيع أبنائه، بل أيضا أعطى أولاده وبناته من الوقت والجهد الذي مكنهم بما نشوفه اليوم، فهو لم يحتكر المستقبل على نفسه، بل أيضا استشعر هذه المسؤولية الأمانة اللي مناطة فيك ولي أمر ولده، فحقيقة عملهم رائع، وأنا ألمس أصلا فيهم الحماس ما شاء الله، يعني ما له حدود. دكتور سعود، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أشكر معالي الدكتور سعود المدحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع موهبة، أشكره حقيقة أكثر من مرة، أولا على تجاوبه الدائم مع دعوات يا هلا، ثانيا على مرافقة وحضور وقرب من الطلاب والطالبات والمنافسات اللي تحدث، وثالثا أنه ما تشاهدونه على الهواء وما يظهر هو جزء بسيط مما يبذله هذا الرجل وفريق عمله في موهبة تجاه هؤلاء في الخفاء وفي الكواليس، يبذلون مجهودات كبيرة جدا في هذا الصدد، في هذه المشاركة وفي غيرها. أذكر أنه ما قبل رمضان وخلال شهر رمضان كان في تواصل بسيط معهم، يعني خلال هذه الفترة اللي مجموعة من الناس أو أغلب الأعمال إجازة واللي يقضي في أماكن، وهم يعملون من أجل إنجاز هذا الموضوع، ومن سفر إلى سفر ومن اجتماع إلى اجتماع. حقيقة كل الشكر والاحترام والتحية والتقدير لهم، أيضا الشكر والاحترام والتحية والتقدير لهؤلاء الطلاب المشاركين. إحنا اليوم نتحدث عن شيء اسمه المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، ترى هذا لا يقل عن المنتخب السعودي لكرة القدم، عن المنتخب السعودي في كل الألعاب في كل مكان. ليش أقول لا يقل؟ لأنهم يستحقون دعما إعلاميا ومجتمعيا ومسؤولا من كل الجهات ومن كل الأطراف ومن كل المجتمع ومن كل الناس، وإن شاء الله يعودون بجوائز ثمينة ولعنلها لكم في حينها. بعد هذا الفاصل ألقاكم. سلمت والدا وقائدا وخادما لأطهر بقعتين على وجه الأرض أيها الملك الحازم. تاريخ السياسة والإدارة والتنمية والحكمة يشهد أنك منذ 1954 حتى اليوم نقشت أثرا راسخا للمسؤول القوي والأمير الحكيم والوزير المنجز والملك العادل الحازم الإنسان. حفظك زمن الزعامة كما حفظتك الأرواح الخضراء التي تهتف حبا وصدقا لك، وكلما رأيناك مبتسما سالما معافى رددت القلوب قبل الأفواه. إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. كلها بالدعاهم راضي.
بالدعاهم